عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويسعدنا أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى العلي القدير أن يجعل أيامكم كلها أفراح، وأن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنتم في أحسن حال، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول لكم عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير. تابعوا معنا هذا الفيديو وعيشوا معنا أجواء عيد الفطر المبارك في مدينة الناظور. صار محبرا وغدا يفاخر والديك بفرحة إذ يلبسون التاج منك موقرا، وغدا يفاخر والديك بفرحة إذ يلبسون التاج منك موقرا، إذ يلبسون التاج منك موقرا. بشرى.
سماكم كوكب السعادة لها الواديين استبشرت وارتدى في محفل التتويج أغلى وشاح في محفل التتويج أغلى وشاح يا صاحب القرآن يا باذرنا يا عزنا أنت طبيب الجراح أنت إذا قمنا إمام لنا أنت إذا نمنا سراج الصباح أنت إذا نمنا سراج الصباح بشراكم أهل التقى والصلاة ففي سماكم كوكب السعد لاح الواديين استبشرت وارتدى في محفل التتويج أغلى وشاح في محفل التتويج أغلى وشاها في صمت لقيك دروس الصفا وفي محيك جميل السماح قد شغل الناس بدنياهم وأنت تتلو سورة الإنشراح وأنت تتلو سورة الإنشراح سماكم كوكب السعد لاح الواديين استبشرت وارتدى في محفل التتويج أغلى وشاح في محفل التتويج أغلى وشاح إذا تلوت الذكر يا سعدنا فالحزن ولا والفؤاد استراح يا فالقا يا فيلقا فالقا هم الأعادي دون أدنى سلاح هم الأعادي دون أدنى سلاح بشراكم أهل التقى والصلاة ففي سماكم كوكب السعد لاح الواديين استبشرت وارتدات في محفل التتويج أغلى وشاح في محفل التتويج أغلى وشاه يا رب فاحفظ بهم أمتان تنتظر الفجر بهم والفلاح تنتظر الفجر بهم والفلاح بشراكم أهل التقى والصلاة ففي سماكم كوكب السعد لاح الواديين استبشرت وارتدى في محفل التتويج أغلى وشاح في محفل التتويج أغلى وشاح أشرقت شمس المروءة نورها في الكون لاح والطيور اليوم غنى رففت لي بالجناح رففت لي بالجناح وذي زهور الروض هبت عطرها بالمسك فاح وانتشت أبيات شعري تحتفي بأهل الكفاح تحتفي بأهل الكفاح أشرقت شمس المروءة نورها في الكون لاح والطيور اليوم غنت رففت لي بالجناح رففت لي بالجناح مركز التنمية فخري للمكارم هو شاح عم نفعى في الحواضر والبوادي والبطاح عم نفعى في الحواضر والبوادي